فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع الروح وقوله في الحديث ونفخ فيك من روحه، وهل هناك روح مخلوقة أو غير مخلوقة، وما هي المراجع لمن يريد التوسع في هذا الأمر، وما هي نصيحتكم في التوسع فيه؟ نصيحتي أن لا تدخل في هذا الأمر، لا تكلف نفسك. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أخي أنت فيك روح الآن، أنت تعرف روحك، تدري وش حقيقتها وين هي، سر من أسرار الله جل وعلا، فلا تدخل في هذه الأمور، ما كلفك الله في هذه الأمور. نعم.